إذن يوم دخلنا في الفلاحة العصرية لازم نستعمل الآلات اللي تحتاجها الفلاحة، وهذاك علاش رخصت شخصيا باش نستورد الجرار، نستورد كل ما هو يتماشى مع إنتاج ماء، إنتاج العدس ولا إنتاج البقول ولا إنتاج الحمضيات ولا إنتاج، كلها عندها آلات نتاعها نتاع لاكويات ولا نتاع الحصاد ولا مرحبا بهم. في بعض الفلاحين ما عارفينش الإجراءات، أنا عارف باللي في بعض الأحيان في السوق الموازية ولا حتى في سوق ولا الجرارات، في بعض الأحيان تلقى جرار السعر نتاعو أغلى من جديد وراه في عمره 7 سنين ولا 8 سنين، ندخل الجرارات. أنا قلتها مرارا، أنا اللي يهمني يهمني الشاحنة والجرار، تهمنا كذلك السيارة السياحية نتاع المواطن، ولكن الاقتصاد يمشي بالجرار يمشي بالشاحنة ويمشي بالآلات هذه، مانيش مانعنا الاستيراد نتاعها جديدة ولا قديمة. غرف الفلاحة دبر راسها مع وزارة الفلاحة، ووزير الفلاحة يتصل بوزير المالية ووزير الصناعة ويتفقوا ونفتحوا الباب مفتوح، الجمارك على بالهم. إذا العصرانة في الآليات في الآلات نتاع استغلال الفلاحة نتاعنا، كذلك في التقنيات الجديدة اليوم الأرض الفلاحين يعرفوا تعطيك تعطيهاش ما تعطيكش. الأرض اللي تعطيها 2 قناطر زريعة في الهكتار ماهيش كي الأرض اللي تعطيها قنطار.